السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم وبرنامج كل يوم اكله، وكل متابعين كل يوم اكله ومتابعين قناتين بطلع لكم كل يوم اتنين، بغيب عليكم شويه، ولكن جبت لكم النهارده وصفه مفيش بيت في مصر ما بيحبش الوصفه ديت، من المطبخ المصري الاصيل. وكمان اخواتنا العرب لما بينزلوا مصر والاوروبيين اول ما بينزلوا بيقولوا عايزين ناكل فته. النهارده انا عامل لكم فته لحمه وصفه، وكمان مدخل فيها خبز لبناني، لان طبعا كل شيفاتنا في الساحه ما خلوش لوصفه مساحه، فجبت شويه عيش لبناني برضو هيبقى كريسبي وهيبقى جميل. ننزل بالمقادير طبعا. مستر طلعت هيقول لي يا كريم لازم نقول المقادير الاول. عندي فته، اول حاجه عندي لحمه مسلوقه، عندي لحمه مسلوقه، عندي رز، يبقى لحمه مسلوقه ورز. حلو، المقادير تنزل على الشاشه. عندي مرقه لحمه، عندي عصير طماطم، عندي زبدة وتوم وخل وكزبرة بودر. الزبدة والتوم والخل دول هم روح الفتة. عندي جوز الطيب، كزبرة خضرة وملح وفلفل. نقول في السريع تاني المقادير: لحمة مسلوقة، عندي رز أبيض مصري، عندي مرقة لحمة، عصير طماطم وزبدة وتوم وخل وكزبرة بودر وجوز الطيب وشوية كزبرة خضرة وملح وفلفل. يلا بسم الله نخش على حلقتنا على طول. أول حاجة أنا عندي هنا سخن العينين دول، دايما اخل الطاسه تبقى دافيه كده علشان درجه حراره الاستوديو عندنا هنا جو ساقعه زي الفل. نبدا ننزل هنا بشويه زيت وهنا شويه زيت. هنا انا هعمل طشه، الطشه اللي هعملها هنا هي دي طشه الخبز البريد اللي معايا العيش، وهنا هعمل طشه الصلصه. جميل جميل. اول حاجه نزلت هنا بشويه زيت، ننزل هنا بمكعب من الزبده وهنا مكعب من الزبده. يبقى انا حطيت هنا مكعب زبده وهنا مكعب زبده، وخلي بالي لا الزبده تروح منها تتحرق. عندي هنا توم، يبقى حطينا هنا زبده. احنا قلنا هنا هنعمل طشه الخبز وهنا هنعمل طشه الصلصه. بسم الله نجيب معلقه علشان نحط التوم. هبدا انزل هنا بشويه توم. زي ما قلت لكم الفته روحها التوم، بنروح المطاعم والمحلات الكبيره بناكل عندها الفته وبنشم الروائح الجميله. نزلنا بالثوم، بعد الثوم على طول بنزل بالكزبره، نخلي الثوم يلون معايا شويه ياخد اللون واحده واحده. زي ما حضراتكم شايفين اهي الخامات قدامكم، قاعدين صوروها بالتليفون صوروها. وادي الثوم اهي بدات تيجي معايا، اهو مديها شويه كزبره، الله، وهنا كمان شويه كزبره. يبقى هو ثوم وكزبره. هنا دي خلاص كده اهو مديها شويه طشه خل كده اهو. الله، شامم يا مستر طلعت، يا استاذ طلعت الريحه. تمام، حطينا كده اهو، وننزل كمان هنا شويه خل. حلو الكلام. هنحط بقى صوص الطماطم. صوص الطماطم دوت انا بجيب نص كيلو طماطم زي الفل كده اهو، بجيب نص كيلو طماطم وبضربه في الخلاط، وبعد كده بحطه على النار بالمصري كده تتسبك، تاخد لها تسبيكه. حلو الكلام. اجيب منديل امسح ايدي. اهم حاجه توصل لكم المعلومه وحضراتكم قاعدين في البيت. ابدا دلوقتي هاخد الخبز دوت انا مقطعه، مقطعه مكعبات. عندك مقص اوكي، عندك سكينه برضو اوكي. ابدا انزل كده بالخبز اهو. زي ما حضراتكم شايفين ريحه الخل، ريحه الخل طبعا قويه شويه. ابدا بقى ايه الف الخبز ده كده، ازود شويه خبز تاني عشان النهارده هناكلكم فته مصريه عالميه اهو. ابدا الف كده اهو مع الثوم والكزبره، والناحيه الثانيه عندي الصلصه. اخلي بالي احط الخبز ده هنا، خلاص مش عايزينه. يا ريت تركزوا معايا واحده واحده. سنه فلفل اسمر، عندي سنه ملح صغيره، وكده الصلصه خلاص خلصت. والعيش هبدا الفه كمان اهو في التوميه، زي ما حضراتكم شايفين توم وكزبره وزبده. الموضوع سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه صعبه. ممكن انزل على العيش دلوقتي بيه شويه من الشوربه. الشوربه ديت انا اللي سقيت بيها الرز، الرز المصري كلنا عارفين كوبايه رز عليها نص كوبايه شوربه. سلقت اللحمه ازاي؟ اديتها جزر، شويه كرفس، شويه كرات، اعشاب من الطبيعه. الله، شويه كده اهو الشوربه. في موسيقى، في موسيقى اهو. هبدا الف العيش كده اهو. يا سلام على الفته. حلو الكلام. شامين الريحه، شامين الريحه يا شيف، زي الفل.
نبدأ دلوقتي علشان نوريكم اللحمة. اللحمة أنا عندي هنا اللحمة ممكن أنا أديها شوية زيت، ويا سلام لو في شوية سمنة وشوية زبدة صحيحة أحطها برضو على الجريلا، هديها كده شوية زيت نباتي، ويا سلام لو في شوية زبدة سايحة برضو مفيش مشكلة. الموجود عندي زيت دلوقتي وهديها برضو على الجريلا، ونخلي بالنا الصلصة يا شيف. الصلصة خلصت خلاص اهي، وادي كمان الخبز عندي خلص، وقلت لكم الرز اهو جاهز عامله قبل الهوا علشان وقتنا. هننزل هنا بشوية زيت، حطينا شوية كزبرة على اللحمة زي ما حضراتكم شايفين، شوية كزبرة ونحط شوية فلفل اسمر اهو تمام، وشوية ملح. يلا بسم الله نروح على الجريل. زي ما حضراتكم شايفين اهي، ما عنديش جريل، ممكن طاسه تكون فيها علامات مفيش مشكله. ابدا انزل كده بسم الله، وكده كده اللحمه زي ما حضراتكم شايفين اهي فيها دهن من الجنب، هتنزل برضو السوائل بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين. منظر اللحمه جميل زي الفل اهو، بسم الله اهو. حلو كده، هي الجريله شالت دور خلاص زي الفل. نبدا بقى نحط مكعبين برضو زبده كده اهو ما بين الجريله كده، هتبدا برضو ايه ينزلوا كل حاجه. يلا دلوقتي علشان نبقب الايه نقدم لحضراتكم طبق الفته. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام اهو الزبده كده كده هتروح معايا الوقت على الجريل مع السخونيه، لان الاستوديو في هوا ساعة شوية، بس مش مشكلة، عارفين طبعا ان الساعة بتأكل. فين اهو عندي هنا الطبق اللي انا هقدم فيها، هقدمه بطريقة مختلفة شوية زي الفل. ونخلي بالنا اللحمة اللي على النار، نبدأ نقلبها كده بسم الله اهو، شايفين المنظر زي الفل بسم الله الرحمن الرحيم. الله على منظر اللحمة زي ما حضراتكم شايفين اتشوت اهي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا نوطي الجريلا. يا جماله مستر طلعت بقول لي يا جماله شوقتنا، شوقنا اكتر شوقنا. نوطي الجريلا شويه بسم الله الرحمن الرحيم زي الفل كده تمام. يا مساء الفل يا حمام يا احمد. يا مساء النور يا شيخ، عامل ايه يا حمام؟ اخبارك ايه؟ ايه رايك في الفته والحركات؟ الحركات والجمال، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ حبيب حبيب قلبي، دي حلاوتك. بجد شكلها تحفه 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 حبيبي، عشان انت بس تحفه تحفه تحفه. بص يا حمام امرني يا حمام، انا دلوقتي زي ما حضرتك شايف اللحمه على الجريلا. اه قول لي يا احمد، قول لي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. حبيبي يا احمد، شايف اللحمه عامله ازاي؟ الله الله، تسلم ايدك يا شيخ. حبيبي يا احمد امرني يا احمد. انا داخل بس عشان اشكرك بس على الفته التحفه دي. طيب اقول لك حاجه، الفته التحفه احنا ممكن نبعت لك يلا زي الفل كده اهو. شكرا يا حمام على مكالمتك الجميله دي، انا ابعت لك الفته لحد باب البيت. حلو، هبدا كده هنزل بالايه بالرز بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نزلنا بالرز اللي حضراتكم قلت لكم حضراتكم انا سويته قبل الهوا. نبدا كده نحط الرز بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا هنوسع الوقت. يا مستر طلعت هفضي لك كل حاجه هنا الوقت يا استاذ طلعت، بما ان انا كنت شغال في الامارات فواخد على كلمه مستر. نبدا كده نحط بالرز، جميل قوي. احلى حاجه ان استاذ طلعت معايا هنا بيديني باور. نحط هنا العيش زي الفل زي الفل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ابدا بقى ايه اوزع الايه اوزع العيش ده كده، وابصم ابصم ابصم على قد ايه على قد ما اقدر. وخلي بالي برضو ان انا حاطط اللحمه هنا. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هبدا الوقت اقلبها. ونخلي بالنا واحنا بنقلبها اهو، الموضوع سهل جدا وخفيف، ممكن نعمله في البيت لاطفالنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، يا بركه بسم الله زي ما حضراتكم شايفين اهو. بسم الله زي الفل اهو ماشي. هبدا دلوقتي ايه هنضف بس مكاني، دايما المطبخ بتعرف من النظافه. هبدا كده هنضف عشان حضرتك تجيب المنظر الجميل، ونحط الصلصه بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم اهو.
نحط لاين كده، لاين صلصة، الله ريحتها التوم مع الخل، حاجة روعة الروعة. زي ما حضراتكم شايفين الصلصة اهي، ويا سلام على الريحة. رؤية بتقول لي كمان الريحة قلبت الاستوديو يا شيف يا ابو دم خفيف. حلو الكلام. نحط دلوقتي بقى الايه اللحمة. بسم الله، انا لابس جرافز برضو، لو عندي ماسك مفيش مشكلة اهو. حتة اللحمة اهي ببدأ ارص كده اهو، بسم الله زي الفل. اوسع لك يا استاذ طلعت، اوسع لك اهو، تمام، علشان برضو نوري السادة، نوري السادة المشاهدين زي الفل بالظبط. ايوه العين هي اللي بتاكل اهو، زي ما حضراتكم شايفين. طبعا اصدقائي بيقولوا لي يا كريم مين اللي بياكل اهو حته لحمه، بسم الله ما شاء الله زي الفل اهو، ماشي زي الفل. مستر طلعت بيقول لي الريحه حلوه قوي، فانا بقول له ماشي حلو قوي الكلام اهو زي الفل كده. ممكن الوقت انهم عاملين ايه بقى، ايه رشه كزبره، رشه ايه، رشه كزبره اهو، كزبره خضراء هتطعم لي الفته من فوق كده اهو. ودي كانت طبق الفته زي ما حضراتكم شايفين. ونطلع فاصل اعلاني، اوعى تروح اي مكان، انت عارف العنوان. هدايا برنامج كل يوم أكلة، كل أسبوع في اتنين هيكسبوا. حل السؤال عشان تكون من الفايزين. سؤال الأسبوع يتم إرسال الإجابة على صفحة البرنامج.